عند الحديث عن أفضل الأماكن التي يمكن زيارتها لقضاء وقت خارج الزمن يمتاز بالهدوء والجمال والسكينة، لابد أن تكون منطقة الظفرة على رأس القائمة، فهي ملتقى البحر بالصحراء، فبروحها البدوية الأصيلة وتراثها العريق ومحمياتها الطبيعية الخلابة ومشاريعها السياحية الدامجة بين الماضي والحاضر، تواصل منطقة الظفرة في إمارة أبوظبي تعزيز مكانتها كوجهة سياحية نوعية يقصدها الزوار. فإذا كنت من الراغبين في الاستمتاع بجمال البيئة الصحراوية بهدوئها وجمالها وغموضها، ففي رمالها الذهبية ومخيماتها الفاخرة ومنتجعاتها ذات التصنيف العالمي ستجد ما تبحث عنه. ولو كنت من الشغوفين بالمهرجانات والسباقات التراثية مثل مزاينة الإبل والصقور والسلوك والخيول وغيرها مما يربط الماضي بالحاضر، فاجعل قبلتك الظفرة. أما لو كنت ممن تطربك أصوات المحركات ويبعث في جسدك الإدرينالين من تحدي القدرات والمهارات، فستجد ضالتك في ليوا، وبالتحديد بمهرجان تل مرعب، حيث تئن المحركات تحت رغبة قائديها لتحدي تضاريس الصحراء الجبارة. منطقة الظفرة أصبحت على خارطة السياحة في دولة الإمارات، حيث يشد الرحال إليها آلاف السياح سنوياً، سواء من دولة الإمارات أو منطقة الخليج أو الدول العربية والأجنبية، ليعيشوا لحظات تحفر في دهاليز الذاكرة، تروي تجربة لا تنسى عند نقطة التقاء الصحراء بالبحر.